صباحكم نور أعزائنا ومتابعينا على شاشة نورسات وتلفزيون تيلي لومير، وأيضا على صفحة نورسات جوردن صفحة الفيسبوك. منرحب فيكم ونصبح عليكم أنا والأب جورج الشرايحة، ومنقولكم صباحكم نور. صباحكم نور، نور. اليوم الموضوع تقول عام انتم بخير بعيد الصعود، وأيضا الأحد القادم عنا نحن عيد العنصرة. طبعا كان خميس الصعود الأسبوع الماضي، لكن حبينا اليوم نحكي عن عيد الصعود وبالفكر المسيحي. ما معنى عيد الصعود وأثار على حياتنا المسيحية الصعود ومعنى الصعود، وكيف في كتير دائما جمل السيد المسيح لنصعد الجبل، لنصعد كلمة لنصعد، وأيضا في العهد القديم وأيضا في أعمال الرسل موضوع الصعود إلى الجبل، يعني بتشبيه للصعود إلى السماء، لأن كلنا مدعوين للصعود إلى السماء كمسيحيين. فاليوم رح نتحدث بهذا الموضوع مع أبونا فرح حجازين، وكمان عندنا ضيف من الكرك من جنوب الأردن، الأرشمندريت سابا الحوراني من الكرك، كمان يعطينا خبرته في موضوع الصعود وعيد الصعود في الفكر المسيحي. عادة مثل كل أسبوع نحن منحب هيك نسرد بعض الأخبار المحلية لكنيستنا في الأردن، وأيضا في المناسبات القادمة علينا عشان تنتظروها على شاشة النورسات وصفحة الفيسبوك في المناسبات السعيدة اللي رح تيجي علينا. في عنا عيد العذراء عنجرة إن شاء الله الجمعة القادم، راح يكون بث إن شاء الله مباشر على تلفزيون نورسات وتيلي لومير، وأيضا على صفحتنا على نورسات جوردن. راح يكون احتفال هو السنوي، لأنه عذراء عنجرة هو من أحد المواقع اللي ثبتها قداسة البابا فرانسيس كمواقع حج مسيحي بمثابة الحج المسيحي. نعم هي من الخمس مواقع المسيحية في الأردن اللي الإنسان لما بيزورهم وبيصلي فيهم بيعتبر إنه حج لهم. في عنا مادبة وعنا عنجرة وعنا نهر الأردن المغطس، وأيضا في عنا مونت نيبو كنيسة الجبل المقدس وتل مارلياس بالشمال، ايضا نعم. كمان موقع حج مسيحي. ف ان شاء الله انكم بتتابعونا الاسبوع القادم. طبعا احنا لازلنا في اجواء الكورونا و الاجراءات الاحترازيه من التباعد وايضا وضع الكمامه، مع انه صار في اجتماعات وجاهيه. يعني هلا شفت على صفحتنا انه عاملين اجتماع بكنيسه الكاثوليك نعم مع سياده المطران جوزيف، نعم وايضا كان عند اللاتين كمان اجتماع وجاهي. فشوي شوي عم نرجع ان شاء الله يا رب بعد المطعوم تكون مشيت الامور باسم يسوع ان شاء الله، لانه بصراحه بكفي البلد ماتت والدنيا ماتت نعست البشريه نعم نعم للاسف. وبعدين صارت الناس متعوده انها ما تروحش تصلي، بتصلي على الاونلاين. يعني انا باين عم بحضر القداس شو بتناول المناوله بتضلها هي اللي الاساس، لكن شو بدنا نعمل الوضع الصحي طبعا كمان حسب الوضع. حتى الكنيسه كمان تهتم في الوضع الصحي للناس، يعني هلا ما بتشجعك كثير كبار السن انهم يجوا على الصلاه الكنيسه، يعني يصلوا من بيوتهم لحد ما الامور تهدى والجائحه تنضب شوي. واهم شيء دكتوره انه المناوله توصل لعندهم، يعني انه الكهنه على استعداد دائما لزيارتهم بالضبط. اكيد يعني في كثير هلا من الكبار السن صاروا يطلبوا الكاهن يعطيهم المناوله، لكن هم مستمرين على متابعه الاداديس على النورسات على التلفزيون ان كان على الفيسبوك او على ادوات التواصل الاجتماعي، لكن بتضل المناوله بيطلبوها من الخوري والخوارنة. الحمد لله على استعداد دائم لإعطاء المناولة لكل من يحتاج. فبالنسبة لكورونا لازال إن شاء الله من هون إلى ممكن بعد النصف الثاني من السنة أعداد عم بتكون قليلة، يعني في 19 حالة وفاة، عندنا 500 حالة إصابات، فعم بتتراجع الأرقام. بس إن شاء الله يا أبونا عم بسمع إنه في موجة ثالثة،
لا كورونا يعني بشهر 9، بس الله أعلم مظبوط، هو في موجة ثالثة، بس مفروض انه مع المطعوم، مع حوالي في يتخف. ناس انصابوا كمان، يعني حوالي 1 مليون انصابوا بالأردن، نعم وفي 1 مليون اخذوا المطعوم، فان نعم شاء الله يعني تكون خفيفة لطيفة. خفيفة. احنا كمان الانفتاح على الدول الثانية الأخرى كمان، لأنه احنا من بتأثر يعني، طبعا اكيد الدول الأخرى تكون كمان إنها سليمة والجائحة انتهت عندهم. طبعا أنا بحيي كل الأشخاص الموجودين معنا على صفحتنا على نورسات، اللي عم بيشاهدونا واللي بيتابعونا على الصفحة، ومنصبح عليكم، منقولكم صباحكم نور. لمنار عماري وماجد البير، تصعد أرواحنا بالحب وعقولنا بالتفكير عند الله، ونصبح روحانيين، ولا تبقى ونفكر ولا نبقى نفكر فقط في الأرضيات الفانية. هانية قندح، صباحك نور. وإيمان بهجت شرايحة، يسعد صباحكم بكل نور وبركة. ولبنى بهجت شرايحة، العائلة كلها. يسعد صباحكم. وأمل سلمان، صعدت بمجد أيها المسيح إلهنا، فرحت بتلاميذك بموعد الروح القدس، بركة الصعود تحلوا علينا جميعا. هاي صلت عنك أبونا، هسه بدنا نصلي. ربا سمعان استبان عم بتشاهدنا أيضا، صباحك نور يا ربا، وصباحك نور يا إم فادي. إيفون حتر كمان معاها عم بيحضروا، هاي كمان انت العائلة كمان. العائلة كمان عم بتتابعنا. صباحك نور يا ربا. ربا جاي خواتي بزيارة الأردن، وبعد انقطاع سنتين من الحمد لله على السلامة. مشان كورونا، هي وأخوي شادي، فمصبح عليهم. وشكرا كمان لزيارتهم، إنه قدروا يعني يعطوا من وقتهم ويجوا بالرغم من الإجراءات الاحترازية. وأيضا كمان هن عندهم المطاعيم وعندهم الفحص البي سي آر تبع كورونا، حتى عندهم بدهم يسافروا طالبين من الأطفال عمره 4 سنين ابنهم، طالبين فحص البي سي آر طيب لكورونا عشان يدخل أمريكا. الله يعني يحميهم، إجراءات مزعجة، لكن حبوا يزوروا الأهل. ضحوا فيهم. فأكيد المغتربين اللي إجوا يزوروا الأردن كمان يشوفوا الأهل، إن شاء الله كنتوا عم بتشوفوهم بخير وطمنتوا عليهم، خاصة بعد غياب سنتين مش قادرين. خاصة الأهل بضل كتير قلبهم مشروط. متعب، يعني هذا الشيء إنه ما تقدرش تشوف أهلك، أبوك وأمك، يعني تبعد عنهم فترة طويلة. فكل المغتربين يعني بنوجه لهم التحية في هذا الصباح، اللي جايين على الأردن واللي عم بيزوروا بكل الدول العربية، يزوروا أهاليهم ويطمنوا عليهم. إن شاء الله يا ربي يكون هالجائحة هذه إنها ما رمت بعباءات الحزن على العائلات، بالرغم من إنه في كتير عائلات فقدت أحباء إلها من كورونا، بسبب كورونا. لكن نطلب دائما الصحة للجميع يا رب، وهدوء البال وراحة النفس والطمأنينة لكل الأشخاص اللي المغتربين اللي يجوا يزوروا، إن شاء الله برجعهم يا رب بالسلامة إلى بلادهم العزيزة. فمنوجه التحية أيضا ل فاتن يونان، صباحكم نور، من أخوتنا العراقية، أهلا وسهلا فيكم. وليونيت أبو جابر تشاهدنا، صباحك نور. وبشرى يعقوب، صباح الخير. ومنى حتر، صباحكم نور. ونجاة جروجة، إن شاء الله أني جرجورة. جرجورة أو جروجة. ورندا سويلم، ومين معنا كمان؟ بشارة قلق، وسامر قنصل، وزيد الداود. بنصبح عليكم، لكم صباحكم نور. بنحب نرجع نذكر الجمعة الجاي في عنا احتفال عنجرة، راح يكون مباشر على التلفزيون وعلى صفحتنا على نور ساد جوردن. وأيضا كمان في معنا لأبونا فرح حجازين، اللي بدنا نتصل أيضا الآن معاه. شباب حضروا الاتصال، بيحتفل بيوبيلو 50 سنة ما شاء الله على كهنوته الجمعة القادمة، وإن شاء الله تباعا بننشر تفاصيل. ينشر القداس على يكون مباشر، خاصة إنه عنده أهل في دول الاغتراب كمان يشاهدوه ويشاهدوا الاحتفال ويتمنوا له إن شاء الله عواما بالصحة والفرح والخدمة والعطاء والاستمرار في عطاء المتميز. فعبين ما أبونا
ناخذ اتصال من ابونا فرح، ناخذ البركه منك ونبدا موضوعنا الصعود في الفكر المسيحي. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. ايها الاله المتحنن الذي من فرط حبك لنا الشديد ارسلت ابنك الوحيد الى عالمنا لاجل خلاصنا من عبوديه خطايانا، اضئ قلوب محبيك بنور وجهك الازلي كي نستطيع ان نصعد معك بكل حواسنا وميولنا فنكون فيك وتكون انت فينا وجه مضيء في حياتنا وبوصلة حياتنا كلها. اليك نتجه فنصعد معك يا من صعدت بمجد الى بيت ابيك، تحنن على البشرية الحدباء، ارسل شعاع انورك الى المسكونة كلها، اشفي اوجاعنا واسقامنا من كل وباء ومن كل شدة امين. امين يا رب امين. و ناخذ اتصال مع ابونا فرح حجازين لنبدا موضوعنا، موضوع الصعود وفي الفكر المسيحي. صباحك نور ابونا فرح. صباح الانوار. كل عام وانتم بخير يا ابونا. الله يسعدكم وانتم بألف خير. بعيد الصعود ايش هو ابونا؟ طبق الحلو اللي دائما مشهورين بعمله بعيد الصعود المهلبيه، في له علاقه بموضوع العيد؟ الله اعلم. وعلى كل حال ما فيش علاقة مباشرة، بس هاي عادة حلوة يعني من العادات الشعبية. ما تحاربوها. لا ما بنحاربها. لا بالعكس، هلا بنخليهم يعملوا لنا مهلبية. أنا ما بحب المهلبية كثير بس ماشي الحال. صباحك نور يا أبونا. صباح الأنوار. يا أبونا هلا احنا بنحكي عن عيد الصعود، فعيد الصعود في المفهوم بالفكر المسيحي ماذا يعني؟ و شو الأثر اللي بياخده المسيحي من هذا العيد؟ إن شاء الله. أولا يعني ما أسعد هذا اللقاء كل يوم ثلاثة، ليس فقط بسمي صباح نور ولكن أيضا يزرع الفرح في قلوب المستمعين. وطبعا كلمة ربنا هي الفرح، والمسيح نفسه قال أتيت لكي يكون فرحكم كاملا. طبعا هاي مش دعايه لاسمه ولكن هي رساله انجيليه. وانت ابونا فرح كمان. ابونا فرح حجازين. عيد الصعود هو دعوه لكل مسيحي ولكل انسان ان يرفع راسه لفوق لكي يتذكر ويعلم ويعيش على انه لم يخلق من اجل الارض ولكن من اجل السماء. فحديثه عيد الصعود راح يكون في ثلاث نقاط. النقطه الاولى، عيد الصعود هو عيد انتصار. ثاني، ما هي عناصر السماء؟ يعني ماذا تعني السماء؟ ماذا يوجد في السماء؟ نتكلم عنها دائما. وثالثا، ما هي الدروس العملية التي يعلمنا إياها هذا العيد؟ أولا، العيد الصعود هو عيد انتصار، هو يوم انتصار للسيد المسيح بعد أن عانى ما عانى من الألام. أما كان ينبغي لابن البشر أن يتألم كل هذه الألام قبل أن يدخل إلى مجده، وأنه يوم انتصار للأبرار الذين دخلوا السماء مع المسيح المنتصر. إنه يوم انتصار البشرية، لأن طبيعتنا البشرية الممجدة قد دخلت السماء، لأن المسيح هو الرأس، وحيث الرأس فلا بد للأعضاء أن تكون في يوم من الأيام أن تلحق بالرأس، لأن المسيح بصعوده إلى السماء قد ذهب لكي يعد لنا مكانا هناك. أنا ذاهب لأعد لكم مكانا لكي تكونوا حيث أكون، لأن المسيح هو حي على الدوام يشفع فينا في السماء لدى أبيه. فلا يسعنا إلا أن نشكر مخلصنا في مثل هذا اليوم الذي شرف الإنسان بمثل هذا المقام الرفيع. من هو الإنسان حتى تذكره؟ وابن الإنسان حتى تفتقده؟ لقد أنقصته قليلا عن الملائكة وبالمجد والكرامة كللته. فلا يسعنا إلا أن نشكر مخلصنا الذي أعد لنا سماء يعجز اللسان عن وصف استعادتها. يقول القديس بولس: ما لم تره عين، ما لم تسمع به أذن، ما لم يخطر على قلب بشر، ما عده الله لمختاريه. هذه السماء التي أحبها القديسون واعتبروا كل شيء ثانيا من أجلها. قال القديس بولس: لي رغبة أن أنحل فأكون مع المسيح وذلك أفضل لي. والقديس لويس غونزاغا كان يخاطب الشهوات قائلا: اسكتي أيتها الشهوات فقد خلقت للسماء.
والقديس فرانسيس الأسيزي كان يقول: ما أحقرك أيتها الأرض لما أتأمل في السماء. النقطة الثانية: ما هي عناصر السماء؟ يعني شو بدنا نروح نعمل بالسماء؟ في السماء في ثلاث أمور. هي السماء هي أن نكون مع الله، أن نشاهد الله، وأن نعرف الله. فالنقطة الأولى هي أن نكون مع المسيح مثلا. النحية في السماء يعني أن نكون مع المسيح. المختارون يحجرون في المسيح، أكون مع. هذا هو حلم الحب. لقد كان القديس بولس مأخوذ بيسوع المسيح، لذلك كان يتحرك بانتظار أن يكون مع المسيح، يريد أن يطير إلى ملاقاة المسيح حتى لا يكون مفصولا عنه أبدا، برغبة أن أنحل فأكون مع المسيح، وذلك أفضل لي. سماء القديس بولس هي سماء حب المسيح، هي الحياة الجميلة مع يسوع، على مثال مريم العذراء التي اختارت النصيب الأفضل، أن تبقى بالقرب من يسوع. من يحبني، يقول يسوع، أبي يحبه وإليه ناتي وعنده نسكن. ها أنا واقف على الباب أطرقه، فإن سمع أحد صوتي وفتح الباب دخلت وأتعشى معه، وهو على قرب مني وأنا قريب منه. العشاء وجبة المساء تربز إلى نهاية الإنسان السعيدة لكي يكون على مائدة الرب الذي يشد وسطه ويخدمهم. السماء ثانيا هي أن نرى وجه الله. القديس بولس يتكلم عن مشاهدة الله، سوف نراه وجها لوجه، يقول في رسالته إلى أهل كورنثوس. والقديس يوحنا الحبيب يضيف قائلا: سوف نراه كما هو. الله بسبب سموه لا يمكن رؤيته كما هو إلا متى كشف هو سره لمشاهدة الإنسان مباشرة، ومكنه منها من هذه المشاهدة لله في مجده السماوي وتدعى السماء. قالت أم لولدها: لما كنت أحملك قرب قلبي كنت أتساءل كيف سيكون وجهك. فرح ولادتك كان بأن أكتشف وجهك. هذه هي حالنا مع الله الساكن في نفوسنا، نحيا بقربه، نحمله في أرواحنا، لكننا لا نعرف وجهه. الموت يبين لنا وجه الله، وجه الحب. السماء ثالثا وأخيرا هي أن نعرف الله كما هو. الحياة الأبدية، يقول السيد المسيح لأبيه وهو يتكلم معنا، هي أن يعرفوك أنت الإله الواحد الحقيقي والذي أرسلته يسوع المسيح. الحياة الأبدية لا تعني مفاهيم وتعابير وكلمات ونظريات علمية لاهوتية. الحياة الأبدية لا تعني الحياة الطويلة، الحياة الجامدة مثل أبدية الثلوج وصمت النجوم، بل هي بنوة إلهية بالمعمودية تتغذى بالإفخارستية. من يأكل جسدي ويشرب دمي له الحياة الأبدية، وأنا أقيمه في اليوم الآخر. الحياة الأبدية هي حب حميم، حيث يصبح الاثنان شخصا واحدا. أثبت في وأنا فيكم، يقول يسوع. فالحياة الأبدية هي إلى الأبد نحن أبناء الله، إلى الأبد نحن معه، إلى الأبد نحن مع الله، أي سيكون بين الله والإنسان علاقة لا تنتهي، كما أنه في هذا العالم لا حدود للصداقة بين الصديقين. الحياة الأبدية هي أن نعيش البنوة الإلهية مع العائلة الإلهية، عائلة الثالوث، عائلة المحبة، لأن الله محبة، فمن أقام في المحبة أقام في الله وأقام الله فيه. النقطة الثالثة والأخيرة وهي: ما هي الدروس التي نتعلمها ونستفيد منها من عيد الصعود؟ الدرس الأول: أن نعتبر أنفسنا غرباء على هذه الأرض، فلا يحق لنا أن نتعلق بالدنيا الزائلة وما فيها وننسى الأبدية السعيدة. لا يحق لنا أن نقبل بأي بديل على السماء، ولنهتف مع القديس لويس غونزاغا: لقد خلقت للسماء ولا أريد عن السماء بديلا، خلقت لله ولا تستريح نفسي إلا بالله. الدرس الثاني: علينا أن نبتعد عن الخطيئة مهما كلفنا ذلك من تضحية، لأن الخطيئة وحدها هي التي تقلق بوجهنا باب السماء. لا الفقر ولا المرض ولا الفشل ولا العهات بإمكانها أن تمنعنا من دخول السماء، بل فقط الخطيئة، لأن السماء هي بيت الله القداسة بالذات، ولا يدخلها من يبقى متشبثا بالخطيئة وبأسباب الخطيئة. فمهما كانت هذه الأسباب عزيزة علي، يجب أن أتذكر
أن خلاص نفسي هو أعز. الدرس الثالث في السماء ثمن لا بد من دفعه إن أردنا دخولها. قال يسوع لتلميذي إيماوس: أما كان ينبغي لابن الإنسان أن يتألم كل هذه الآلام قبل أن يدخل إلى مجده؟ فالتضحية والألم والصليب هم الطريق الضيق الذي يجب أن يسلكه الإنسان قبل أن يدخل إلى مجده. الصليب هو العلامة المميزة لتلميذ المسيح ولم يريد ولمن يريد أن يسير وراء المسيح. من أراد أن يتبعني فليحمل صليبه ويتبعني. والقديس بولس يؤكد لنا إن ألام هذا الدهر، إن ألام حياتنا البشرية لا تقاس بالمجد المزمع أن يتجلى فينا. أنهي كلمتي بهذه الخاتمة: أذكر يا إنسان في هذا اليوم الذي رفع فيه المسيح إلى السماء أنك لم تخلق من أجل الأرض ومن في الأرض، فارفع رأسك إلى فوق حيث المسيح جالس عن يمين الله، وحيث ينتظرك أن تكون أنت ولتكن سيدتنا مريم العذراء التي دعيت بكل حق باب السماء شفيعة لنا في مسيرتنا إلى ابنها يسوع. أنهي كلمتي بهذين البيتين من الشعر: ما القبر غاية كل حي مثلنا زعموا، فللإنسان غاية أعظم أن يملأ الأيام من أعماله لتظل بعد سكوته تتكلم. وكل عام وأنتم بخير. أنت بخير يا أبونا، وتسلم يا رب على هالكلام الحلو الجميل اللي أعطانا هيك يعني موجز للموضوع الصعود، نعم، وتأثيره بالفكر المسيحي وتأثيره على حياتنا. شكرا لك يا أبونا. العفو، وربنا يبارك، وكل عام وأنتم بخير. وأنت كمان يا أبونا يعطيك العافية، كل عام وأنتم بخير. الأسبوع القادم عيد ذكرى يوبيلك 50 بالكهنوت. شكرا. ألف مبروك يا أبونا، يعطيك الصحة والمزيد يا ربي. أنتم والمستمعين بصلاتكم. إن شاء الله يا ربي، آمين آمين. وسنرافقك في كاميراتنا كمان، سننقل القداس إن شاء الله. هلا. تسلم يا أبونا، شكرا لك. يعني أوجز الموضوع أبونا فرح لاهوتيا بموضوع الصعود والمعنى الصعود في الفكر المسيحي. فأبونا أنت تحدثنا كمان قبل ما ناخذ الاتصال الثاني من الأرش مدريد سابا الحوراني، يحضروا الشباب. نعم، في الحقيقة فضل. القديس بولس في الرسالة إلى فيليبي والإصحاح الثاني والعدد 10 بوجز موضوع الصعود بكلمات قليلة إلا أنها معبرة عن الموضوع. نعم. بشكل عام بيحكي صعد ليستلم السلطان. وكأنها هي المكافأة، وكأنها هي التتويج تاع يسوع بالصعود. مثل ما بحكي القديس بلماس، بحكي أنه حدث القيامة بخص جميع البشر، إلا أن حدث الصعود يخص القديسين منهم. نعم. يعني اللي بده يبحث عن القداسة بده يفكر بحدث الصعود، أنه في لحظة ما رح يصعد إلى المكان الذي صعد قبل إليه يسوع المسيح. نعم. في هذه صورة الصعود والكلمات الأخيرة قبل الصعود، بحب نحط زي ما بحكوا خط تحتيها. شو حكى يسوع قبل ما يصعد بدقائق قبل الحدث؟ ثبت الوعد بالروح القدس بالعنصرة القادمة، وأعطاهم هذا الدافع والتشجيع، وقال لهم: اذهبوا إلى المسكونة كلها، عمدوهم وأنقلوا البشارة. سلمهم سند البشارة أنه اذهبوا إلى العالم كله وبشروا. فالهدف الصعود وهذا الحدث العظيم هو أن ننقل البشارة كي نصعد إلى حياة القديسين. نعم. معلش أبونا رح نقطع عليك، بس بلاش نطول على الأرش مدريد سابا، لأنه عم بيحكوا لنا الكهنة دائما لما نطول عليهم أنه منعلمهم الصبر. فبدنا الأرش مدريد سابا الحوراني، صباحك نور. صباح الخيرات، كيف حالكم؟ الحمد لله تمام، كيفك انت؟ بشكر الله تمام. كيف اهل تمام. الجنوب اليوم؟ طقس اليوم معتدل الحراره، مش كتير بشوب. نعم. حامي اليوم، في براد كويس.
بالعشرينات درجة الحرارة. نعم نشكر الله، نشكر الله. صباحك نور أبونا، كل عام وأنتم بخير بعيد الصعود. كيف حالكم؟ حبيبي أبونا. طبعا احنا بنحتفل بعيد الصعود حسب الطقس الشرقي، يعني لأنه في طقس غربي وفي شرقي. اللي بتابعونا على نور سات بقول لك صعدنا من أكم من أسبوع، فأنتوا عندكم لسه الصعود وعندنا لسه العنظرة ما إجت، لكن هو هذا فرق بالرزنامات. فنحن بالأردن موحدين الرزنامة، الأعياد الشرقية اللي بترافق كل الأعياد الفصحية ومرافقتها، والأعياد الغربية بنرافقها بعيد الميلاد وأجواء المجيء واحتفالات المجيء. تفضل يا رشمندريت. بداية بحب أصبح عليكم أبونا جورج ست باسمة، على جميع الناس اللي بيشاهدونا بيسمعونا من خلال القناة الجميلة قناة مرسات من هون من دير الروم العامر في مدينة الكرك. بستغل هالفرصة حتى أعايد على الجميع في هالأيام المباركة، الأيام اللي فيها مننتظر حلول الروح القدس. نعم. حابب أحكي تأمل بسيط هيك عن الصعود، وبحب أحكي كمان إنه رسالة المسيح في مجيئه للعالم هي كانت لخلاص البشر، هي لتعليمهم، لاستنارتهم، لمعرفتهم. وبعد ربنا ما أتم هالعمل صعد للسماء، لأنه هو اللي حكى في الإنجيل في يوحنا 17، حكى إنه أنا مجدتك على الأرض، العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكملته. هو صعد بعد ما غلب العالم، صعد بعد ما غلب الشيطان، وهو صعد ترك لنا رسالة إنه نحن كبشر كمان علينا واجب، وعلينا دور نقوم فيه، وعلينا توبة نقوم فيها حتى يتم عملنا على أتم وجه ما دمنا على هاي الأرض وما دمنا بهذا الجسد. هو صعد بعد 40 يوم من القيامة، صعد بعد ما اطمن على كنيسته اللي اقتناها بدمه، صعد بمجد عظيم وهذا دليل على هوته، صعد إلى حيث كان أولا، وهو صعد بالجسد اللي قدسه اللي مات وقام فيه وأدخل جنسنا البشري للسماء. وإذا صح القول نقدر نحكي إنه هو عيد دخولنا للسماء، زي ما بنعرف إنه ربنا لا يحده مكان ولا يحده زمان، يعني ربنا هو موجود في كل مكان. ولكن بصعود المسيح كان صعوده لإعلان انتصاره وغلبته على الموت والخطيئة، هو صعد ليعلن لإلنا إنه هو والآب واحد. ويمين الآب هي ما بتعني جهة معينة ولا بتعني مكان معين، بس هي بتعني قوة الله، بتعني قدرة الله. هو صعد حتى يبعث لإلنا الروح القدس، لأنه هو حكى خير لكم أن أنطلق، لأنه إن لم أنطلق لا يأتيكم المعزي، ولكن إن ذهبت أرسله إليكم. هو رح يرسل الروح القدس حتى يستقر في كنيسته، حتى يستقر في نفوس المؤمنين. هو سيرسله حتى يتمم به أسرار الكنيسة. بعد حكى لهم أمكثوا في أورشليم، ترك تلاميذه في حالة انتظار، في حالة ضعف، في حالة شوق لإله، تركهم لا حول لهم ولا قوة، ومع ذلك طلب منهم مهمات كتير صعبة، طلب منهم الكرازة، طلب منهم التلمذة، طلب منهم إنهم يعمدوا الأمم. ولهيك هو وعدهم إنه يرسل الروح القدس اللي بيسندهم، اللي بيعينهم، اللي بيقدسهم، اللي بيقدس الآخرين، اللي بيقودهم. هو كان بهيئهم لحلول الروح القدس، اللي هو كان فترة استعداد لتدشين الكنيسة في اليوم 50. نعم. وهو صعد حتى يعطينا أن نكون نحن في السماء. نعم. مدام نحن موجودين في الكنيسة، الكنيسة الجامعة المقدسة الرسولية اللي فيها المسيح، مدام نحن موجودين معه من خلال الصلوات، من خلال القداس الإلهي، فنحن أكيد بنكون معه في السماء، لأنه هو في السماء.
ولما نكون نحن بفكرنا وقلبنا بالصلاة معه هو كمان بيشوفنا انه نحن بالسماء. حتى نحن في كل قداس إلهي ست باسمة بدي احكي لك انه نحن بنحتفل بالصعود، بحدث الصعود بالضبط بعد ما الكاهن يناول الشعب ويبخر القرابين، هو بيمسك الكأس والصينية وبيعلن الصعود الإلهي للناس وبيحكي تبارك الله إلهنا كل حين الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. نعم. آمين. حلو. فبهذيك اللحظة في القداس الإلهي نحن بنعلن الصعود. نعم. هيك نحن هيك بنكون حكينا تأمل بسيط عن الصعود الإلهي اللي بتمنى لكم في كل خير ونعمة وبركة، نكون تلاميذ حقيقيين للسيد، نكون رسل نلتقي فيه، وبهيك لقاء نحن منكون أتممنا عملنا على أتم وأكمل وجه. نحن منكون شهود زي ما كانوا التلاميذ على الجبل، زي ما كان داود، حتى داود قبل المسيح بألف وخمسمائة سنة كان يحكي في المزامير ويوصف الصعود ويحكي إنه صعد الله بتهليل الله بصوت البوق، وحكى آيات أخرى مثل صعدت إلى العلا وسبيت سبيا. يعني كان داود يشاهد وشاهد هو كان على حدث الصعود بالروح. نحن زي هيك كمان منكون شاهدين على هذا الحدث اللي منعيشه بكل قداس إلهي. فعلا يا أبونا وست باسم أنا بشكر جهودكم، بشكر لأنكم استضفتونا من هون، برنامجكم رائع وبتمنى أنه تقدم ونجاح دائم لكم. شكرا لك يا أبونا، شكرا لك، وبنتمنى لك صباح مبارك وعيد مبارك. وفعلا مثل ما أنت تفضلت نحن منكمل رسالتنا على هاي الأرض بصعودنا للسماء، مثل ما المسيح صعد إلى السماء فهو بصعوده طبعا بالنفس والجسد، هو حتى بجراحه وعلامات الألم اللي نالها على الأرض صعد إلى السماء، وأساس أنه يعطينا أنه نحن مطلوب منا كل مسيحي يتبع المسيح أنه في نهاية حياته أنه يكون النتيجة الصعود إلى السماء بأرواحنا الطاهرة. فهذه رسالتنا، شكرا لك أبونا، وإن شاء الله منستضيفك بلقاءات أخرى كمان، ما تغيبش عنا، ومستنى تزورونا كمان. نعم. ان شاء الله، ان شاء الله يا ربي. ابونا الحبيب، بنتمنى كمان نشاطات الكنيسه الارثوذكسيه في محافظه الكرك كمان تبعتوا لنا الصور والاخبار، والدكتور أكيد. على استعداد يعني اكيد يلا اكيد اكيد راح نضل على تواصل ان شاء الله. صلي لنا يا ابونا. طبعا كان معنا الارشمندريت سابق الحراني من الكنيسه الارثوذكسيه، وهو المرشد الروحي للكنيسه في الجنوب، منطقه الجنوب. نعم. شكرا لك ابونا، شكرا يعطيك العافيه ابونا. صلي لنا. بالنسبه لنا لما حكينا انه الصعود هو بالصعود تكتمل القصه، قصه الحب العجيب، قصه السيد المسيح على الارض تكتمل طبعا مستمره الى الابد، لكن تكتمل هذه الحياه الارضيه بصعود السيد المسيح وانه ارساله المعزي على اساس انه يشعرنا انه هو دائما معنا في وجوده معنا بتعاليمه معنا. فموضوع الإنسان المسيحي أو الصعود في الفكر المسيحي لازم يكون دائما الشخص المؤمن يربط حياته الأرضية وممارسته لتعليم ومحبة السيد المسيح وإيمانه بتغذية إيمانه بموضوع أنه في النهاية أنا بدي أوصل للسماء مثل ما صعد السيد المسيح، أنا بروحي بدي أصعد كمان معه. فكيف الإنسان بده يصعد؟ نعم، هذا السؤال. كما السيد المسيح صعد. كلم نحن نحكي حادثة الصعود حدثت قبل 2000 عام، لكن الإنسان المسيحي الآن في عصر القرن 21 كيف ممكن يحقق إرادة ربنا إنه كل أبنائه اللي بيتبعوا عارفين الطريق، والطريق السماء، يعني لأنه إحنا ندعى أبناء سماويين مش أبناء أرضيين، إحنا أولاد السماء. صحيح. فمثل السيد المسيح 100%. نعم، بالحقيقة الإنسان بطبيعته هو عند حالة الموت ينتقل. نعم. يسوع المسيح بحكم أنه إله وإنسان في آن معه، نعم، هو بعد أن مات بعد الصلب هو قام من بين الأموات ووزع المهام
وأعطى الأسرار مفعولها العملي فيما بعد على الوعد، زي ما تفضل أبونا قبل قليل على الوعد بالقوة المعينة اللي راح تساندهم على المهام الجسام الصعبة جدا اللي راح يقوموا فيها من عمل البشارة للمسكونة كلها في كل أرجاء العالم. ولكن مع يسوع احنا بنشوف الأحداث كانت حتمية، يعني النتيجة الحتمية لموضوع هو الصعود، النتيجة الحتمية لما بعد القيامة، يعني تبقى من بين الأموات، بده يرجع يعيش عادي مع الناس ويعيد القصة الجديدة؟ أكيد لا، فكان لازم يتوج فيما بعد ذلك. طب الإنسان يتوج لما بيموت، بنتقل الحياة الأبدية، طب يسوع قام من بين الأموات، انقطعت فالصعود هو نتيجة حتمية لما بعد القيامة، يعني لابد أن يكون في تتويج. مثل ما تفضل أبونا قبل قليل بالنص الإنجيلي اللي بيحكي أنا تممت كل ما أوكلته إلي، فالآن مجدني بالسلطان اللي أنا بعرفه، اللي أنا من قبل أن يكون العالم أنا كنت فيه، أنا كنت فيه. نعم. الكلمة اللي خلق فيها الله السماء والأرض والبني آدم والحياة. نعم. كلها بكلمة اللي هو يسوع المسيح، فبدي يرجع للمجد الذي أعد له وأعد لجميع الذين. هذا بيجيبنا على سؤالك كيف بدنا نصعد. نعم. لأنه لم أقل لكم أني ذاهب لأعد لكم مكانا، ولكن مكانكم محفوظ. نعم. فكيف بدنا نصعد إذا ما دام المكان موجود؟ يسوع وعدنا، وعد يسوع وعد أمين، وإحنا بقانون الإيمان لما نعترف بهذا الحقائق. ومن القرن الرابع لما نعد المجامع النقاوية والمجامع الكنسية فيما بعد، لما بنحكي بقانون الإيمان وقد صعد بمجد وين عند أبوه، وجلس عن يمين الآب. نعم. هاي فكرة وجلس عن يمين الآب هي تتويج السلطان والتركيز على البعد الإلهي لهذا اللي عاش ملء الإنسانية. نعم. كان شابه الإنسان في كل شيء ما عدا الخطيئة. نعم. فكان هو الإنسان الكامل والنموذج الصالح لبني البشر كي يقتدوا إليه نحو الصعود. طيب بهذا الصعود كيف نتأكد أنه إحنا بعد ما ننتقل من هذا العالم، لأنه في دينوني بالنهاية. نعم. مش كل الناس رح عند أبي منازلهم كثيرة، مش الكل رح يقعد بجنب يسوع، ونحن ما بنحكي عن المكانية والزمانية في حالة الميتافيزيك، ما في زمان. نعم. ومكان، هاي المصطلحات الفيزيائية، في حالة من النعمة بحضور كثيف لحضور الله في 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 حالة من النعمة. نعم. الإلهية. ودائما بصلواتنا الطقسية الشرقية بيركزوا على مفهوم السبات بالنوم، وكأنه بيشبهوها لنفس الحالة لما الإنسان بينتقل من هذا العالم، بصير زي كيف اللي نايم بالحلم، بيديروا على أمريكا بروحوا على الصين على الهند بلحظة، ببطل الهيكلية الزمان والمكان اللي هي تخضعوا لإلها. إذا شو مطلوب منا مشان أنا أتأكد أني أنا صاعد إلى أبي السماوي؟ المشروع الذي سلمني الأمانة التي أعطاها لكل مسيحي معمد هي أن نكون شهود. كيف تكون شهادتنا في حياتنا لنقدر انه احنا نساعد ناس تانيين كمان على الصعود، نساعد ناس تانيين على انه يكون في لهم هذا المشروع الاخلاقي السامي النظيف هيك البياض والناصع في حياته. قديش بدنا نتعلم صفاء النية، قديش بدنا نلغي الاحكام المسبقة على الناس من مشيتهم من لبستهم، من نعطي احكام دائما عامة ودائما شمولية، ونفكر حالنا انه احنا الديانين دائما من في هالمجتمع. وبحس كل واحد فينا عنده هاي النقص بطبيعتنا البشرية، ولكن لما بفكر الإنسان كيف بده يصعد ليسوع، كيف بده يعترف، كيف بده يفحص ضميره في حياته اليومية، هذا كله المشروع بيساعدنا على ضبط شهواتنا، وخلي الطاقة الكامنة، الطاقة الكامنة اللي بداخل الإنسان هي الإرادة الحسنة والإرادة الصالحة اللي ما توقف هي، لأنها أنا بشبهها إرادة الإنسان زي صمام الأمان، زي الصمام اللي بارتفاع درجة حرارة معينة بيعطي ألارم ينفس. نعم. عن هذا النظام. أنا ما أوقف بوجه إرادة يسوع المسيح، ما أوقف بوجه النعمة الروح القدس اللي في حياتي، وأمشي أهوائي وشهواتي وملاذي والأشياء الأنانية اللي حتى بس أحققها بضل بدي أكثر، زي اللي بيشرب من مية البحر، بشوف هو عطشان بشوف بحر بقول لك خلاص هذا بحر كله إلي، بضل يشرب والملح اللي بيأذيه من جوا. هيك خيرات العالم إذا هجمنا عليها زي البحر بدنا نشربه كلياتنا، هيك راح نتسمم، مش راح نأخذ الماء الصافي، لكن بدنا نبحث بمنطقة عذبة تنطلع الينبوع الصافي اللي هو يسوع المسيح. بحاجة إن نبحبش، بحاجة إن نفتش، إن ندور، إن نشتغل على حالنا أكثر بحياتنا بكل سلام بكل تواضع بكل محبة، هيك نطمن على صعودنا، لا بل نصعد كثيرين معنا لمجد السماء.
هو أبونا سيد المسيح مثل ما خبر يعني توما لما قال له كيف بدي أعرف الطريق، لو أنتوا يعني بالنهاية كلكم تصعدوا إلى السماء، قال له وين الطريق يعني كيف بدي أصعد للسماء، قال له أنا الطريق. يعني عم بدله بقول له، مش انه يقول له الطريق بتاخد اليمين وشمال وبتطلع فوق وبتنزل على الجلة، لا قال له انا الطريق، انا الطريق الى السماء، انا الحق الطريق والحياة. الى، نعم انا الطريق والحق والحياة. لكن دلنا السيد المسيح، ما قالنا انه بدكم تصعدوا بالنهاية معاي، فاعملوا الصالحات واحفظوا الوصايا واعملوا كل ما اوصيكم به. وسلم طبعا التلاميذ رسالة نشر كلمة يسوع المسيح، وأيضا قالهم إنه علموهم وعمدوهم، و بالنهاية اللي تكون تمجد نهايتهم مثل ما تمجد السيد المسيح بصعوده إلى السماء وجلس عن يمين الآب، وكلنا إلنا منازل وأماكن عن يمين الآب. فهو الطريق إلى السماء، ونحن ندعى أبناء السيد المسيح أبناء سماويين. نحن مش أولاد أرضيين، وحكاها السيد المسيح لما قال أنتم من هذا العالم فأنا لست من هذا العالم. فاللي مع السيد المسيح ليسوا من هذا العالم، إحنا لأنه عالمنا في السماء. بذكرني أبونا موضوع الصعود بقصة بسفر التكوين، بكيف إني أنا أتخلى عن كل الدنيوية، الأمور الدنيوية. قصة لوط يعني لما حرقوا المدينة وقال له اهرب لحياتك، لأنه بده ينجيه، فإجي الملاك قال له اهرب إلى حياتك، وأخذ طبعا مرته وولاده معاه، اهرب لحياتك ولا تنظر إلى ولا الخلف. تنظر إلى الخلف ويسوع فيما ولا بعد حكاها ولا كمان. تقف في الدائرة، في الدائرة. فدائما أنا بفكر دائما بحياتنا بهذا المثل، الإنسان لما بده يترك الخطيئة إنه يهرب إلى حياته، اهرب لحياتك اللي أنا عم بطلبها، اهرب لحياتك. ما أخذوا الملاك، ودائما الملائكة بتكون حوالينا من خلال الأشخاص اللي بيعطونا الزاد الروحي، من خلال الناس اللي بتصلي لنا، فدائما أنا بعتبرهم هدول ملائكة أرضيين، طبعا يعني طبعا سادة موجهين من عند ربنا. نعم. فلما طلب منه قال له أهرب لحياتك. كم نحن بحاجة دائما أنه نهرب لحياتنا، لأنه حياتنا مش هاي اللي عايشينها، حياتنا هي حياة أخرى، هي صحيح. المطلوبة منا. من هنا يسوع حكى من وضع يده على المحراث فلا لينظر ينظر إلى إلى الخلف. الخلف، يعني الحياة القديمة ما نتطلع. قد لبستم المسيح، أنتم الذين اعتمدتم بالمسيح، قد لبستم المسيح، يعني صرتوا بحل جديدة. نعم نعم. وطلب منه قال له ولا تنظر إلى الخلف، يعني الخلف اللي هو كل حياته بسدوم حياته وعمورة الخطيئة على المحيطة عاد، فيه، وأيضا حياته ممكن اللي كان يحبها، أو حياته كانت مثلا امرأته. نظرت إلى الخلف، وطبعا كانت مثل أنه حولها إلى عمود من عمود الريح. من الملح. ليش نظرت إلى الخلف امرأته؟ لأنها حنت حزت وحنت إلى الناس اللي تركتهم، حنت إلى الحياة اللي كانت عايشتها، حنت إلى الأمور اللي كانت مرتبطة فيها ومتعلقة فيها، فحنت فنظرت إلى الخلف. كتير إحنا أحيانا لما بناخد القرار أنه بدنا نترك الخطيئة منحن، ومنرجع مننظر إلى الخلف، ومنرجع برجعنا الخلف. فعشان هيك يعني الإنسان هذا اتخاذه قرار إنه يبتعد عن الخطيئة ويطلع دائما إلى السماء، لأنه في النهاية طلب منه الملاك قال له إنه ولا تقف في الدائرة وأصعد إلى الجبل. موضوع الصعود كان من عصر من عهد العهد القديم في سفر التكوين وفي الأسفار اللاحقة، موضوع دائما الصعود إلى القمة، الصعود إلى الجبل، لأنه موضوع الصعود إلى الجبل، شو في بالجبل؟ دائما نعم. أنا دائما بفكر بقول لك شو في بالجبل، أنا دائما بقولك فصاعدة إلى الجبل. ويسوع حتى كمان في كثير مشاهد بالكتاب المقدس في الإنجيل يقول وصاعدة إلى الجبل نعم. واختلى. شو في موضوع الجبل؟ الصعود نعم. يعني هو موضوع معنوي أكثر من إنه موضوع مكاني مكاني أو زمان. زماني. مزبوط. نعم دكتورة، أنا في الحقيقة بحكي الصعود إلى الجبل يجعلك تري كل ما هو تحتك. أول شغلة العلو دائما بيعطيك النظرة الشمولية،
بيعطيك القدرة على أنك تقيمي الأحداث بشكل أوسع، بينما إحنا تحت بنشوف بعضنا، بنشوف ما بنشوف كل الأبعاد، ولكن من يصعد يرتقي، بمعنى الصعود، بمعنى الارتقاء، بمعنى التخلي الزماني والمكاني والمعنوي الداخلي عن 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 كل المعطيات المشوشة اللي بنشغل فيها الإنسان بحياته، فبصعد بيرتقي. فمع الارتقاء لما بنرتقي يعني نترفع عن الأشياء اللي الناس كلها بتعملها، لأنه القديسين بدهم يتميزوا عن باقي الناس. اللي بده يصعد، حكينا الصعود بخص القديسين، وإحنا كنا معمدين مدعوين لإيش؟ كونوا قديسين كما أن أباكم السماوي هو قدوس، كونوا كاملين كما أن أباكم السماوي هو كامل. هي دعوة إحنا مدعوين إلها، في ناس بيتممها وفي ناس ما بيتممها من آلاف السنين، من آدم وحواء، بنشوف الأخوة هابيل وقابيل، بنشوف فيما بعد ما في بعد. في ناس بيختاروا الصعود، في ناس بيختاروا الهبوط، في ناس بيحط شيطنة العالم بالحياة ولهو وك بنشغل فيها، وفي ناس بيرتقي. لما بيرتقي بده يعني ما يجاوب كل شغلة بشغلتها، يعني بتبطل شغلة السد بالسن أو الثار، إنه هو عمل معي هيك أنا بعمل، لا، بترتقي، بدك تقيم في شخصيته، بدك تصعد عن هذه الأشياء إلى الجبل، إلى الخلوة، الخلاء، الالتقاء بالله. حدد يسوع دائما بكل صلواته وهي إذا ذهب إلى مكان قفر، ذهب إلى مكان قفر. ليش؟ عشان يسمع صوت الله. بالحقيقة أعزائي المشاهدين، لا يسمع صوت الله في الضجيج، ما بتقدر تميز صوت الله. الله بسمع صوتنا كلنا وإحنا في ضجيجنا بسمعنا، ولكن إحنا ما بنستطيع نسمع صوت الله بالضجيج. يعني لما أنا بحكي معك وحدا بحكي معك من الاتصال من هون لحظة، خلص الواحد بيوقف، بيبطل يركز مع كل الجهات، بيركز مع واحد مع اثنين بس. لما يكون ضجيج العالم، اللي بفكر بالراتب نزل ولا ما نزل، واللي بفكر بالطبيخ، واللي بفكر اللي أبوه بالمستشفى، واللي عنده هموم كبار السن، واللي عنده أطفال، واللي عنده، هاي كلياتها لما بصعد الواحد بده يتخلى عنها، بده يسلمها لربنا، بده يبطل نقلق ونخاف. لأنه حتى لو قلقنا وخفنا، شو بدنا نزيد ولا بننقص؟ مش هال الإمكانيات الميتافيزيكية عندها الإنسان اللي يغير بالمستقبل ولا يغير بالماضي اللي أصلا صار ماضي. هو أبونا قرار التخلي صعب كتير، خاصة مع الالتزامات الحياتية. يعني ربنا كمان هاي الحياة اللي احنا عايشينها، ما منقول إنه إجت وجدت من فراغ. يعني هذه الحياة هو يعرف ويعلم فيها ربنا الحياة اللي نحن عايشينها، لكن أحيانا نحن منربط حالنا بسلاسل بتقيدنا ومنحط قفول عليها، تمنعنا من الحركة بأريحية. فصعود الجبل بدك إنسان متخلي عن هاي الارتباطات. إن صعود الجبل بدكش تكون حامل أحمال ثقيلة، صعود الجبل مهلك يعني متعب كمان. إذا بدك تصعد الجبل لازم تكون خفيف، يعني خفيف الحمل، فما بتقدرش تكون مرتبط. جميل، كلامك جميل جدا. مرتبط بأمور متعلقة بالأرض الموجودة، يعني بدك تتخلى كتير. وناس ممكن يعتبرها إنها أنانية، تخلى عن كل شيء وطلع إنه يختلي لوحده، بده يتعلق بس بالروحانيات أو. فالتخلي هو قرار مهم، لكن نحن ما عم نقول إنه مثلا زي السيد المسيح في المثل بالإنجيل لما قال له بس أنا بدي أتبعك، قال له بس أروح أدفن أبوي، قال له دع الموتى يدفننا موتهم، يعني لدرجة إنه الشخص العزيز على كل إنسان لأهل، فقال له بس بدي أترك، بس أروح أدفن أبوي، قال له دع الموتى. يعني لشوف موضوع التخلي عشان أرتبط بربنا قديش بدي توصل المرحلة عشان أصعد مع يسوع المسيح، أصعد الجبل، أصعد مع السيد المسيح على السماء. فمش سهل. فمثل مرتا ومريم، قال شوف مرتا مريم خليها تيجي تساعدني، قال فأنت تهتمين بأمور كثيرة، فهي اختارت النصيب الأفضل. يعني في كتير أمور يسوع أعطانا إياها إلها أجوبة. لما مثلا يسوع المسيح عند الفريسيين ذكرهم بمثل لوط وقالهم انظروا إلى ما حدث امرأة لوط، ذكرهم بالمثل تبع لوط إنه ما بيصير أنت لما يطلب منه يقول له لا تقف في الدائرة. يعني شبهت الدائرة دائما في علم النفس إنه الدائرة هي المحيط، السيركل، يعني هي المحيط اللي أنت حاطط حالك فيه،
محوط حالك فيه، مقيد نفسك فيه، إن كانت العلاقات، إن كانت خطايا، إن كانت أمور أنت متعلق فيها، العيلة والمال الشغل والأصحاب والأصدقاء هذه الدائرة. فقال له أنه لا تقف في الدائرة، يعني ما تحط إجرك بين بدك تدوم وبدك تكون بالبلد وبين أنك أوكي أنا بعدت شوي، لا أنت بدك تطلع كليا، ما توقف بهذه الدائرة، بدك تطلع منها تماما عشان أنك تهرب لحياتك واصعد إلى الجبل. فكل إنسان مطلوب منه أنه إذا بده يختار الصعود بده يهرب لحياته، يختار التخلي وعدم النظر إلى الخلف، وأيضا عدم الوقوف في الدائرة اللي كان هو فيها موجود. ما بصيرش واحد يقول لك أنه أنا ماسك العصاي بالوسط، ساعة إلك وساعة لربك. في ناس كتير بتحكي نعم. هذا المثل صح مزبوط؟ مزبوط نعم. أقول لك يا جماعة الخير يعني إحنا بنصلي 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 بس إلنا ساعة لإلنا، فهذه هي الماسك العصا من الوسط، إجر بالنور وإجر بالظلمة، بتقدر تكون أنت عايش هذه الحياتين، إجر توجد. بالنور وإجر بالظلمة، يا بتكون بالظلمة يا بتكون بالنور. على رأي الشاعر نزار قباني بحكي لا توجد منطقة وسطى ما بين الجنة والنار، نعم. فإنه خيرنا فيجب أن نختار. يا فعلا فعلا أبونا، فصعود الجبل مش سهل. ولما يقول لك عيد الصعود بالفكر المسيحي، يعني الصعود لما كل إنسان مطلوب منه أنه يصعد للجبل ويصعد للسماء، لأنه هذه هي في نهاية حياتنا، يعني هذه هي رسالتنا على الأرض، تتوج في هذه النهاية السعيدة. فما تكونوش أنتوا حياتكم يعني فيلم نهايته حزينة، نعم. فهذا المطلوب منا، نعم. تكون النهاية دائما، نعم. سعيدة. دكتورة بالحقيقة يعني مثلا في أشخاص لما ينذكر اسمهم قدام الإنسان الواحد مثلا يقول تعرف الدكتورة باسمة، أقول لك هاي راقية. شو يعني راقية؟ أيوه هذا الارتقاء، يعني إنه هاي الشخصية هذا الشخص مش زي باقي الناس، اهتماماته مستواها عالي في ليفل معين، بيهتم في الإنسان الروحي، بيكون زي ما حكيت أولاد السماء، بيبطل النق والسواليف والقال والقيل والأشياء البسيطة اللي بينشغل فيها عامة الناس. اللي بده يبحث عن القداسة بده يرتقي عن هالشغلة، بده يحط وقته الوقت الثمين يحطه بالأشياء المهمة، بيصير أهم أولويات بالحياة، بيصير الواحد بيبطل عنده وقت للأشياء اللي هي ملهاش قيمة، فبكون إنسان راقي مرتقي، إنسان راقي صاعد. أنا بشكر دائما بتعطي الأمثلة يعني بتلبسها لإلي يا أبونا أنت. أجمل من هيك. لا الله يسعدك، تسلم يا رب. بس إنه فعلا الارتقاء عن كل هالأرضيات، الارتقاء عن كل ما يشوش حياتك ونفسك، يعني هذا هو المطلوب منا. لما بنذكر عيد الصعود نفكر بهذا الشيء، ما يمر هذا العيد يعني مرور الكرام، عيد الصعود بنعمل هالمهلبية مثل ما أبونا بقول لك، مثل غوش هاي العادات أو الشعبية. فعلا وليش المهلبية؟ أنا بعتقد أنه السبب هو لصفاء المهلبية، معمولة هي من النشا ومغلي الحليب أو مع شوية الحلاوة هاي السكر، وبحطوا عليها المكسرات في اللي بزينوها يعني المهلبية، بس هي قوامها المهلبية البياض الناصع، نعم الصفاء. فبعتقد انه هذا هو مربوط بعيد الصعود. ليش ربطوا المهلبية بعيد الصعود؟ يعني انت ما بتصعد غير لما تكون انت نقي، يعني مثل المهلبية. فبدنا نحكي هلا لكل المشاهدين كلكم مهلبية تكونوا. فموضوع المهلبية مطلوب منك يا ماما تعملي لنا مهلبية لكان بعيد الصعود، انا مرقتيها علينا ملحوظة. هلا بتقولنا بعمل وبتاكلوش. كل واحد هلا بدير باله على صحته. صحيح. من الحلو. فأبونا هيك نختم بكلمة، نختم بصلاة، نطلب هيك صلاة لكل هالأشخاص اللي بيتابعونا وبيتابعوا النور ساعات، مدام نحن بهذا كمان عم الأجواء عم نحتفل بعيد تل لومير 31، وأيضا إحنا في عنا كمان احتفالية راح تصير بعيد العنصر، لأنه دايما بعيد العنصر بذكروا عيد نور ساعات، بس إحنا عيد النور ساعات راح نعمل عنصر على الطقس الشرقي، فتحملونا يا نورسات. لبنان. فإن شاء الله الأسبوع القادم بيكون يوم أحد مكرس الصلاة من أجل نورسات. في هلا المبدئي يعني هو رح يكون عند كنيسة سيدنا ويليام
الشوملي سوف يقوم بالقداس على نية نورسات يوم الأحد القادم بكنيسة الصوفية، كنيسة العذراء العذراء الناصرية. الناصرية، ولأنه قبل سنتين طبعا الجائحة هي منعتنا السنة الماضية، لكن قبل سنتين عملناه بكنيسة الروم الأرثوذكس، فتباعا تشكيل نشكل عشان نرضي كل الكنائس، يعني نورسات هي للجميع ولكل كنائس. فكلمة أخيرة يا أبونا نعم نحكيها. صحيح. بنحكي يعني بنصلي، مش كلمة بنحكي، بنصلي ليسوع إنه يمنحنا الغلبة والقوة على هذا العالم، على أهوائنا وشهواتنا وميولنا. بنطلب من يسوع نعمة الروح القدس، وكلنا شوق بانتظار نعمة حلول الروح القدس علينا كتلاميذ ليسوع المسيح، تمنحنا القوة والغلبة على العالم، نستطيع أن نكون شهود حقيقيين في المسكونة كلها ليسوع المسيح، متخليين ومرتقيين عن كل ما هو أرضي وكل ما يجذبنا نحو حياتنا الأرضية، لنرتقي ونكون أبناء سماويين حقيقيين لمجد السماء. آمين. آمين يا رب. نشكر كل اللي كانوا متابعينا على صفحتنا على نورسات جوردان، وأيضا كل الأشخاص اللي صبحوا علينا، بنشكرهم واحد واحد، نعطيهم البركة والنعمة يا ربي، والأمنيات الخيرة بحياة مليئة بالنعمة، وأيضا نطلب متابعتكم الدائمة ومشاركتكم لنا في مواضيعنا الأسبوعية اللي بنطرحها. المرة الجاية إن شاء الله بنحكي عن الروح القدس، فأي أسئلة نحن جاهزين لإلها. فبنتمنى لكم نهار مبارك وأسبوع مبارك مني ومن الأب جورج الشرايحة، ومنقولكم صباحكم نور، صباحكم وشكرا نور. كل اللي كانوا على البث المباشر اللي من مصورين وفنيين، ومن لبنان بنأدي لهم التحية في هذا الصباح المبارك. كل عام وانتم بخير، صباحكم نور. أردن يا نبض الأحرار، انت العزوة وانت الدار، بنحبك لو شو ما صار، محلى ترابك يا بلدنا، مهما بعدنا ومهما نروح، مهما يعلم فينا جروح، اسمك منقوش بهالروح، أردن عشقك وحدنا. عشقك وحدنا، أردن عشقك وحدنا. يا رب اغمر بلدي بعطفك، واحميها من فضلك ولطفك، عيشنا سلام طول الأيام، وازرع أردننا على كفك. يا رب اغمر بلدي بعطفك، واحميها من فضلك ولطفك، عيشنا سلام طول الأيام، وازرع أردننا على كفك، وازرع أردننا على كفك. وتراب الأردن مسحور، سحره اتخطى